كتعجبو المسابقة قول ياس برافو. غادي نشرح لكم المسابقة. شوف غنعطيكم هاد الرضومة ياك كتشوفوها معايا. غير من هاد الرقيدة فلوس غبينة ضحكة صغرى منحبوهاش حنا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر جمعيه الاستمرار لهاد الاستضافه الجميله هذه، وكنشكر هاد الجمهور اللي حضر معنا اليوم، كنوجه له التحيه والشكر وتبارك الله عليهم كاملين اللي حضروا معنا اليوم. وتحيه للناس اللي مكلفين بهاد سينما الروكسي ومنظمين ديالها، وكنشكروا انوار ماجي، كنشكروا صحافه اشواقع، وتحيه سيلي لكم. الحفل كان ناجح، ومهم هذه كتسمى اول مره يعني اللي تكلف جمعيه بحفل ديالها، الحمد لله فهمتي، ونطلبوا التوفيق المره اللي جايه ان شاء الله. تحياتي اخي يوسف. السلام عليكم، اليوم جيت نحضر في سينما الروكسي. عجبوني العروض كاملين، وخصوصا النوم المغناطيسي، لان الجمهور كامل اللي كان كيقول لانهم يكذوب. وبصح جينا نحضروا في سينما الروكسي، جبرنا ديك العروض كامله صحيحه. بالنسبه للماجستير انوار ماجيكري كيقولوا ملقب به بالساحر، هو ماشي ساحر، هو كيعمل العاب خفه. والصراحه الله كيعجبنا العروض ديالو بزاف. بالنسبة للرابور صابر تا هو عجبنا، وبيلا العمراني تا هو عجبنا تبارك الله عليهم. وكازت سينما واعرة، وكنوجه تحية لجميع الصحافة ديالنا بالنسبة لأشواق تي في. السلام عليكم، معكم العمراني ريسبونسابل ديال شركه العمراني. عملنا واحد المشاركه مع جمعيه الاستمرار، نظمنا الحفل لليوم اللي كان عندنا اليوم العالمي للمسرح. جاوا الناس تبارك الله تفاعلوا معنا، دازت الحفله مزيانه بزاف. وشكرا للصحافه اللي استضافوا الدعوه ديالنا والتحقوا بنا للسينما الروكسيل، وكنشكر لاي واحد التحق بنا للسينما الروكسيل، وان شاء الله غادي يكون الجديد ان شاء الله قريب. عندنا بزاف الحشرات هنايا، قلت لك الحشره اللي بغيتي تعلمي شي زوله، شي زولتي؟ لا سلق الزيت. واخا انا عاد سلق الزيت هذا من يدك، هنا عاد سلق الزيت، غادي نزلو لك في يدك هنا، عربي يدي اخرى من يدك هنا، عاد هذه غادي نحطي يدك شويش خليها هنا. هنايا عندنا سلق الزيت مرسوم ياك، انا من 1 2 3 عاد جبرو ما بقاش مرسوم هنايا صافي. خلي يدك هنا تعطيك فيه شي، خلي يدك هنا سد عليا هيدا هادي، هاديك سد عليا، عسل زيت. مسرحية واعرة تبارك الله على الجمهور، تبارك الله على الفنانين، عدو ديك شي واعر بلا ما نقول لك. شكون هما الفنانين اللي عجبوك؟ صابر كينك بوحديتو هو اللي كيعجبني. عرفنا على صابر كينك شنو؟ صابر هذا ولد الحومة ديالي وتربى معانا، والله عمر راس لعب تربية حسنة، فهمتيني؟ ها هو فين هو؟ صافي. الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.